قدم الحلقه يا زلمه على طول بدات تكبس انت على طول. يلا قدم ما عدتك. اهلا وسهلا مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم وبرنامجنا لعبه الشيف الموسم الثاني. حلقه اليوم يا جماعه زي ما انتم ملاحظين بدانا باليو اف سي. بدات لحالك. الفايز باذن الله حيتحدد، الفايز هو حيحاور الضيف والخسران حيروح المطبخ يجهز. وجبه أوكي؟ اليوم هي فيلي ستيك ساندويتش لشيف سعوديه بطله خصوصا في الستيك. خصوصا في الستيك فازت بالستيك هذا. فاليوم خليك حذر كبيرة. اوكي خليك حذر هون انت اول شيء. انزل انزل بس شايف؟ انا احب ترى اوري ملف. العب وي 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 خلص يا حبيبي. يو اف سي لعبتي اليو اف سي. وبعدين تفكر الحركه هذه من الموسم الاول يا باسل؟ ترى هذه لا تقرب عليها، يو اف سي ترى انا مره قوي فيها. على المطبخ بسرعه وسيب لي الضيفه. وانت بس نازل راس راس رجل راس راس راس. تصدعت يا زلمه. خلص انا حروح على المطبخ. انا ما عندي مشكله اقطع بصل اليوم. لا تضرب على راسي يا اخي، بعدين بعد عني وانت بتلعب يو اف سي. بعد يا اخي استوديو كبير. اسمع، انتقل الى المطبخ. انت تنتقل الى المطبخ وانا انتقل الى فقره حوار الضيف. انا راسي تجاني والله، راسي كثير اكل ضرب. يا اهلا وسهلا، ورجعنا بفقره الضيف. وضيفتنا اليوم مختلفه، سعوديه نجمه توب شيف وام ورائدة أعمال ما شاء الله تبارك الله. أهلا وسهلا بسما جعد. أهلا بك عبد الرحمن، كيف حالك؟ الحمد لله طيب، كيف حالك؟ الحمد لله، نورتينا الاستوديو. الله يسعدك، شكرا. وشكرا لحضورك. وأحب أعرفك على صديقي العزيز باسل الحاج المعاقب. أهلا وسهلا. كله جيم تحدي اللي فزتوا عليه، الساعة تعمل لي فيها معاقب ومش معاقب. معاقب ولا لا؟ أعترف أعترف. أباك أول حاجة تعرفنا إيش طبخة اليوم. اليوم رح نعمل فيلي ستيك ساندويتش. الله. والمقادير أهم شغلة في الفيلي ستيك إيش هي؟ ستيك. الستيك نفسها. وعندنا هون قطعة ريب آي واجيو. واو. حندلعك فيها لعيونك هاي. يلا متحمس أجرب. لما يكون أساس الفيلي ستيك لحمة ممتازة. صح. كل اللي ضايل هو شغل كويس، إن شاء الله أننا نشتغلها كويس. باقي المقادير عندنا أكيد جبنة، عندنا زبدة، عندنا بصل، وعندنا المقادير الزيادة للأخ اللعيب. ما شاء الله، مسترد، عسل، رمان، خل بلزمك، سلطة خضراء، طماطم. تعمل كبسة أنت أخوها. سلطة هذه سلطة جنب السندويشة. أيوه. أنا سندويشتي بدون سلطة، أنا إمكانياتي عقدي وطبختي. لا لا اليوم في تكنيك و تكنيك. أي لازم. أنا مش حقود أقطع بندورة. أيوه. ما تقول لي شيء سهل، ما حقبل. ما حقود أقطع شوية بندورة وحط على شوية خس. يعني إحنا تركيزي كلياته وين؟ في السندويش. أوكي يلا حنشوف، حندوق وحنجرب. أنا إمكانياتي اقتصادية بسيطة قد حالي. أنا أقول الآن تبدأ في تحمير البصل. قلت لي إياها هي رابع مرة، لسه الحلقة ما صار لها دقيقتين، رابع مرة تقول لي بصل. تحميش بصل. لا تحرقه. طيب سما، خلينا نتعرف عليك أكثر. ايش كان شعورك اول ما فزت بلقب توب شيف كفتاه وسعوديه؟ يعني انا متاكد ان الشعور كان فرحه لا توصف. اول 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 شيء كنت صراحه مره مصدومه، يعني كذا اي واز شوكت. بس الاحساس ذاك وقتها انا عمري ما حسيته في حياتي، كان احساس مره غريب كذا، احس كل شيء تربع في وجهك. صراحه كنت مره مبسوطه. هل كنت متوقع انك تفوزي؟ ايوه صراحه ايوه. انا من داي 1 انا كنت حاسه انه حافوز حتى من قبل لا اروح. هذه خلينا نقول ثقه بنفس، ولا انت متاكده انه انت حتفوزي لان مهاراتك اعلى؟ لا انا عندي ثقه. حلو، اعرف انا ايش اقدر اسوي. طيب كيف حضورك في السوشيال ميديا؟ ايش المنصات اللي بتركز عليها ومتى بداتي؟ أنا بدأت 2018، أكثر شيء بركز عليه سناب شات وإنستغرام. حلو، إيش تعملي؟ في سناب شات يعني أول كنت صراحة أطبخ دائماً وكذا، دحين لا، ساير أغلبه كذا أشياء خفيفة، الناس تحب الأشياء، لا أيوه لايف ستايل. على إنستغرام لا، كله ريسيبيز وأشياء كذا، فيديوز يعني مرتبة. من قبل ما تدخل السوشيال ميديا أنت مهتمة بالطبخ؟ من زمان أحب الطبخ. يعني من زمان. من يعني حقول لك 9 سنين، كلنا نقول من 9 سنين. طيب. لا لا بس من جد، من أنا صغيرة. أوكي. أحب مرة أطبخ، بس ما قد فكرت صراحة أخذه أز كارير. بس أكثر من يعني أنا أحب أكل، أنا مرة أحب الأكل. والله كلنا نحب الأكل، هذا مكانك المناسب. ف
احب لما اطبخ واشوف الناس تاكل، يجيني شعور كذا غريب. هذا احلى شعور. أيوة. تشوف ردة فعلهم. أيوة. وكذا وتشوف ملامح العين وكذا وبيعجبوا الاكل وبيستطعم. هو ده. فمن زمان انا احب اطبخ. طيب وكيف اهلك؟ هل يعني كانوا معاكي ولما دخلت السوشيال ميديا بحفزوكي؟ طبعا الحمد لله. أكثر شخص؟ شوف اكثر شيء اكثر شخص زيني جوزي، هو يمكن اكثر شخص داعمني في كل دي الحياه. تحيه لزيني. شكرا يا زيني. بس حتى اهلي صراحه يمكن في البدايه ما كانوا شويه مستوعبين ايش يعني سوشيال ميديا، بس لا يعني عندنا بابا مره ديمقراطي فكان دائما يشجعني. حتى اول مره قلت له على توب شيف كان مره متحمس صراحه. اوه تحمس لك؟ ايوه والله هذا شيء مره حلو. أيوه. طيب الان متى قررتي تقولي الان الوقت المناسب اني انا اسوي مطعم واطلع فيه مهاراتي؟ متى حسيتي بهذا الشعور؟ بعد توب شيف. بعد توب شيف؟ أيوه. مباشره. ايوه بعد توب شيف حسيت انه هذا وقته. ايوه والشيء الحلو انك انت ما شاء الله بتوثقي يومياتك والمكان وهذا، ترى كلنا قاعدين نتحمس. هاي الشعور صراحه مره حلو. كيف لقيت التجربه حقت المطاعم؟ تجربه المطاعم من اصعب التجارب اللي انا سويتها في حياتي. صعبه هذه. مو سهله هذه، تعتبر اصعب يعني تجربه. ايوه اصعب تجربه. انتقل الان يا اخواني الى فقره المطبخ وخلينا نشوف باسل فوق ولا تحت. يلا ورجعنا لكم مشاهدينا في مطبخ لعبة الشيف ومع الشيف القوية سما جاد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. محيلي أسألك سؤال سريع. يلا. كثير أنا معبى أسأل لك اليوم، إيش أكثر شيء بتحبي تطبخيه؟ يعني كنوع نوع أكل، إيش أكثر شيء بتحبي تطبخيه؟ هل مثلا الأرزاز، اللحوم؟ لا ما أحب أطبخ أرزاز. ما أعرف، أحب الأكل الغريب. يعني ما أحب الأكل التقليدي. أوه. يعني مره ماني شاطره تقول لي سوي لي مثلا كبسه، لا ما احب. طيب الستيك اللي بدي اطبخها اليوم اوكي قررت انه طيب راح اسوي قطعه الستيك او راح اسوي سندويش الفيل ستيك. اول شيء راح اسويه قطعه الستيك راح اعملها كستيك، ما راح اقصها. اكيد. ليش؟ اكيد. ليش؟ لانه اول شيء بدي اعطيها تشويح الضرب اللي من هون، وهذا الاتجاه الصح انها تنضرب فيه. ايوه. بعدين حاعطيها بس يمكن دقيقه ونص، دقيقه ونص اريحها، بعدين اقطعها شرايح صغيره وبعدين ارجعها مره ثانيه. اوكي. ما حتطبخها مع بعدين ترجعها مع بعدين حرجعها مره ثانيه. يس. يس. فبس بالبدايه لانها قطعه ستيك كويسه حابني اعملها عن جد بالبدايه كقطعه ستيك بدون تمليح بدون بهارات بدون اي شيء، بس اعطي الشوك على اللحمه امل كراست من برا ملح بس تطلع. بس تطلع اكيد. بس تطلع. ما تحط شويه ملح؟ تأخرت. لو من بكير، لو نسوي لها شو اسمه من بكير نحط عليها ملح شيورينج. ايوه دراي. بس الحين لانه على طول بدي انزلها. تمام. وسويت هنا بصل الجوليانز اللي هو الجوانح، وسويت هنا بصل وتوم برضو، هذا ايش شوي ماخذ كراست اكثر يعني. هذا هذا في ايش حتستخدمه؟ هذا مع سندويشه، هذا راح اعمل منه يا توبينج يا اما يمكن يطلع معي صوص. خلينا نشوف. فكر مع بعض الحين. اوكي هنا ايش بتستخدم؟ جبنه. استخدمنا عندنا شيدر. بروفلون. صح بروفلون. عبد الرحمن الجبنة. أنا دحين الآن جالس أقطع ال. أنت عندك مكونات زيادة عنه صح؟ صحيح، بس كلها حستعملها في السلطة. لكن مكونات عندك، مكونات أنت عندك، عندك سوبر ماركت زيادة أخوي، عندك عسل، رمان، طماطم، خس، كله سلطة. شو سلطة؟ قول عندك سلطة زيادة، اقتصر الموضوع. سلطة. لا تكبر الموضوع. طب خلاص عامل سلطة وعامل سلطة، تعمل لي عني وعنك وخلاص. طيب ما عندي مشكلة. شوف يا جماعة، أنا بحاول أقص الستيك إلى شرايح رفيعة علشان الفكرة إنها تتلسع بس في النار. يعني التكنيك حقي غير عن حق باسل. أوكي؟ بعد كذا هحاول إني أعمل كل الطبخة في هذا المكان. ليش؟ عشان أنا عندي تكنيك اسمه بناء النكهات. الله جبت. أيوة لا أعرف. عجبني التكنيك هذا أنا. فهذا التكنيك انا ماشي عليه الحمد لله من الموسم اللي راح. ممتاز. والحمد لله ماشي معي كويس. اوكي. وحب اطبقه كمان في هذه الحلقه، وممكن باسل اللي يقتدي بي ان شاء الله. انا بنايه نكهات. خلص بنيته وخلصت خلاص صارت. لا بس هنا كل ما يعني لما تطبخ كل شيء في وحده طاوه كل النكهات تاخذها مع بعض. بس اسمع انت مركز كده. انا صراحه مو مقتنعه بالتكنيك حقك. جاتني زي كذا بصراحه. ايش بتسوي؟ حسيت اني شيف شغال.
انا ماني يعني انا اول مره اجرب الفليستيك. انا حقول لك ليش. ايوه اقنعها اقنعها يا باي. في شيف انا بالنسبه لي هذا يعني أوكي. يعني هو اقوى واحد في العالم بطبخ لحوم, هو شيف ارجنتيني اسمه فرانسيس مالمان. طب بس هنا حركه مره عجبتني. هاي اللي هي الدهن عشان الدهن ما بدنا دهون طعمه ثانيه من برا. شفيت هذه واستخدمت شو اسمه. انا اسوي كذا دائما. هو هذا قال هيك, قال كلمه رهيبه, قال دائما قطعه الستيك ما تحرموها من شك الحراره الاول, ما تحرموها شو ما تكون الطبخه شو راح تعمله. دائما هيك قطعه الستيك حطها على النار عشان عليها عشان لانه كل ما اخذت لون نكهه زياده. لون زياده نكهه كلر از فليفر في الستيك تحديدا. كلر از فليفر. فبس يعني هي نفس الخطوات بس بفرق انه ايش يعني حجرب. بقول لك انا ما قد جربتها كده بس حجرب. انت بتحبي تجربي اشياء جديده. ايوه مش بقول لك حجرب, متحمس اجرب. شف سما ترى باسل يحب يسوي تكنيكات جديدة فجأة كذا تيجي على باله ويطبقها الآن, يجربها على مين؟ على الضيوف. هذه حركات باسل معروفة, الله يعينك عليه. بس أنا متأمل إنك أنت شف بتحبي الطرق الجديدة والأشياء الجديدة والاختراعات الجديدة. هذه فيلي ستيك ساندويتش مش بالطريقة التقليدية, هاي طريقة باسل. بس إيوه بسألك على نقطة مرة مهمة في أطباقك اللي أنت دائما بتسويها, بتاخذي أطباق إنترناشنال بس فجأة ألاقي شيء كذا عربي داخل فيها, شيء مكاوي داخل فيها, شيء كذا من حضاراتنا داخل فيها. ليش اخترتي هذا الشيء؟ لأنه عندنا نكهات إحنا دائما العرب صراحة. أنا كسامة وجهة نظري الشخصية جدا أشوف أكلنا العربي أطيب من أي أكل في العالم. الله عليك الله عليك صراحة. لو فعلا أنا دائما بقولها, لو حطينا الوطن العربي كله أيوة كمطبخ واحد ما حدش بوقف جنبينا. أكلنا في نكهات ما دقتها في أي مكان في العالم. فأنا أحس شوية أكلنا العربي ما هو أخذ حقه. إيه. فنقدر نسوي أكلات إنترناشونال بس ندخل نكهات العربية, مو غلط. عندنا أشياء مرة كثير. والله الصراحة عندكم فعلا أشياء مرة كثير. بدي أسألك سؤال, هذا يعني تقريبا عندنا إجماع في الإجابات عليه. سألناه كثير من الموسم الأول وإحنا بنسأله, وين أكثر منطقة في السعودية أكلها متميز بالنسبة لك؟ الجنوب. تفضل. هيا تفضل. تفضل. صح؟ صح. أقول لك شبه إجماع إجماع. أنا بقول لك السؤال بثقة أنك حتجاوبي نفس الإشي. والله أكلهم مو عادي. أنا رحت الجنوب قعدت يمكن 6 أيام. حقيقي أطيب أكل أكلته. مرة لذيذ. والله مرة لذيذ. بعدين ترى كمان أرض خير. هذا أيوة. بيفرق كثير. الانجريدينت عندهم عن جد ممتاز وبيحرصوا على هذا الشيء. وبعدين اكلهم مره بسيط. ما في فلسفه, ما في مكونات كثير, بس اكل مره لذيذ. يعني عندهم اكل اسمه تصابيع. الاكل عباره عن عجين, فعليا عجين. اوكي. وناس يطبخوها بلبن وحليب وناس يطبخوها بس بحليب او بس بلبن حسب. ممتاز. وملح بس. بس وبس فيها طعم ما انت عارفه كيف طعم اكله اكلتها في حياتي. سلام. مره لذيذه. عبد الرحمن انا شكلي هغير رايي. هي الريحه مو عاديه. دحين شوف اديني ثواني حتقولي لي عبد الرحمن ايش الابداع ده. هاي هيك صارت سي, خليها ترتاح شوي عشان بنقصها ترجع. بنقصها وبنملحها وبعدين راح ترجع الاشياء كلها مع بعض. تمام. طيب خلينا نفكر الزبده ايش حتستخدمها. خلينا نفكر مع بعض. الزبده بنهايه الفينش تبع هذا راح احط زبده. في عندي مايونيز ومسترد وعندي بصل وثوم, بس غالبا ما حستخدم مسترد, هستخدم شوية مايونيز بس هيك على الخبزة. بس نفتح الخبزة نشوف الخبزة. طبعا بدي نصيحتك, كل ما تخلي الأكلة زي ما هي ما تغير فيها أو تلعب فيها كتير ونكهاتها تكون بسيطة تكون أطيب. صح. لأنه أنت قلت عندك قطعة واقيو ممتازة, فدايما الواقيو حرام يعني تحط له أشياء مرة كتير وتخبصه, لأنه صح. هي نفس اللحمة مرة لذيذة وفيها طعم مميز. أنا نصيحتي لا تحط مثلا ماسترد. سما إيش طقوسك في رمضان؟ في رمضان صراحة أنا في رمضان أحب الهدوء, ما أحب على قول اللبنانيين يكون عجقة كده. أحب هدوء روان. بس كيف هدوء؟ أنت شف في رمضان كيف هدوء؟ كيف زبطت معك؟ لا وإعلامية كمان وشغل كيف زبطت معك هدوء؟ وين الهدوء عادة بيجي؟ أنا أقول لك شيء, أنا كيف أقسم وقتي عادة قبل رمضان أكون مخلصة كل شغلي. يعني أي شركة تبغى أي شغل قبل رمضان, في رمضان ما أخذ شغل جديد. أوكي أوكي. فجهزي من قبل. فجهز كله من قبل رمضان. أنا في رمضان ما أخذ أي شغل جديد. أوكي. خلاص أوقف عشان خلاص عشان إيه خلاص أبغى أقعد أهدى. أوكي. يعني أخلي الوقت أكثر لأولادي. العام صراحة كان أول سنة نفتح في رمضان المطعم فما كان هدوء at all. يعني صرت ويتر وصرت مدير وصرت شيف صرت كل شيء. الله يعطيك ألف عافية.
شايف التقطيع النحيف هاد؟ حلوه. اسمع بمون عليك يا اخوكي في الاستوديو. اقطع لك يلا اعطيني. أيوة, ايوه 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 هيك البركه تعم المكان. حجيب لك اياه عندك هون هون هون. طيب انا عندي بصل. الخبزه شو اخبارها عبد الرحمن؟ بتعرف انه ما حكينا من المقادير ما حكينا الخبزه. اللي بسوي سندويش الشباب بده محتاج خبزه يعني هي معلومه ايش اللي تايهه عنه. السندويش جزء من مكونات الخبزه. وعندنا هون خبزه باجيت فرنسيه. كل ما تشتغل بمقلاية كثير سخنه كل ما كان احسن للحمه. هاي اللحمه تبغى احطها على السلطه؟ هاي يس بليز. البصل الرمان ولا بعدين تبغاه من فوق؟ الرمانيه صحيح. باسل اديني عيش واحد لو سمحت. انا اعطيك ممكن ناخذ واحد؟ تفضلي. لازم هو احنا بيننا عيش ومش عيش. احنا كثير اكثر من هيك الموضوع عبد الرحمن كثير. تسلم يا حبيب قلبي. بيننا عيش وملح ولحمه وجبنه وسفر وحلقات وسلطه لا بدناش سلطه الصراحه. صراحه ما بيني وبينه سلطه. لا 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 كل خير واحترام ان شاء الله بيني وبينه. بدك جبنه زياده؟ ايوه يا ليت. حاضر. تفضل. اسمع اسمع تعال تعال عبد الرحمن. يس. نطلع فاصل ونخلص. طيب. الوجبه وبيني وبينك شيف سما. يلا اوكي قولي لهم نطلع فاصل ونواصل. طيب نطلع فاصل ونواصل. يلا يلا. ورجعنا لكم يا اخواني بالفقره الحاسمه. تكون او لا تكون في هذه الطاوله البيضاء يا باسل تحدي. انا لابسين قفازات وانا لا حالي اوت اوف بليس. مستعدين؟ لا حجيب. لا بدي استعد معك. عفوا عفوا احكي لنا صحنك عبد الرحمن. يلا ادينا انطباعاتك عن الصحون يا شيف سما. طيب انا صريحه. ايه خذ راحتك الله يستر. باسل الرمان ما كان له داعي. لون؟ لا. طيب لون ايش الفائده؟ والله بشيله. والله جاهز اشيله الحين في هاي اللحظه. صحن لازم يكون عشان تحط فيه شيء حتى لو قارنش لازم يكون مترابط. فالرمان ما له داعي. بشيله الحين على طول. لعيونك ولا يهمك. خلاص تقدرني شفت انا بقيم على الصحن. بس عجبني شكل الخبز كيف مرتب، كيف حطيته، حتى من فوق الجرجير حلو، ممتاز. عبد الرحمن صحنك متكامل. في سلطه وفي بروتين وفي كارب. يا سلام. بس العيش يعني هنا كذا مرتب اكثر. مرتب. تصدقي انه انا هنا بس انه هذا الساندويتش يعني هو كذا يعني. أيوة. هذا الستايل. انا فاهمه انت كيف كنت بتقدمه. يا سلام عليك. كم مره بدي اقول لك مش بكثر المقادير بحسن التدبير يا زلمه. كم مره بدي اقول لك اياها. انا بجرب. بسمع عليك. يلا جرب. انا اول ولا انتو؟ لا انت اول. بس هو السؤال المهم اجوكي هدول الصحنين طلبتي في الستيك في مطعم اجوكي هدول الصحنين مين فيهم تبداي اول؟ مين الصحن اللي قال لك؟ مين السندويش اللي قالت لك؟ انا شايف عينه رايحه على السلطه ترى من هنا. لا 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 انا ما حاخذ السلطه في عين الاعتبار بس عشان تكون عارف. الله عامل صوص كمان ما شاء الله عليك. الصوص اللي انا مسويه هاني ماسترد يعني الخردل مع العسل من الاشياء اللي برضه مره احبها وتمشي مع اللحوم. انت تبغاني اكل ساندويش مع الصوص؟ يعني دب خفيف كذا بس يعني لقمه كذا لحال ولقمه مع دب. معليش معليش. طب حاكل اول شيء لحال. طيب يلا. بس باسل اموره طيبه ولا انتظر التقييم النهائي. يا ويلك شكله. ترى باخذ سندويشتي وبروح. والله ان شاء الله اني انا متفائل بخير ان شاء الله يا رب. يعني انا ماني عارف بس مره وترتيني انت. ايش رايك يا باسل؟ كريم في اللحمه انت. ايش بك؟ احتاج بروتين يعني. بس انا سمعت شيف سما بتقول لا بتحب كميه اقل من اللحمه فخففت يعني عن رايك سويت. لو سمحت لا تحاول تاثر عليها. ما في شيء يأثر علي. ايوه ايوه. ما تبغى اقول مين الفايز اول ولا لا 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 ما تحدد الفايز. اول شيء تعطي نقاط القوه في كل صحن
بدل ما تكوني جاهزة طيب تقولي مين الفايز، هنسوي لك حركة بعدها تقرري. هنا اللحم مرة مطبوخ بطريقة حلوة، البصل هذا أعطى نكهة مرة حلوة، كان ناقصني بس شوية ملح زيادة. هنا نكهة اللحم مرة حلوة ممتازة، بس كده كان ناقصني جبنة، ما كان في جبنة كفاية. طبخ اللحم ممتاز. هل شفتي سندويشتين تنصح المشاهدين جربوهم سووهم؟ أيوة. الفيلي ستيك هي واحدة من الأشياء اللي أنا صراحة بعتبرها مش وجبة خفيف، مش وجبة صغيرة، سندويشة صغيرة قد هاي هي وجبة دسمة وكبيرة وفيها يعني، لأنه اللحمة والجبنة. أنا كنت أتمنى أنتوا الاثنين تضيفوا بسيطة. شيء فلفل رومي. أنا أحبه مع الفيلي ستيك صراحة، كده يكسر شوية يعطي طعم، بس أنتوا الاثنين ما ضفتوا. هو صراحة خلصنا. خسارة. كان عندنا وخلص. طب يا سما هيا مستعد لنا. بعيدا عن أي مشاعر، خلينا نقول لو جاكي صحنين هذول في مطعم وجربتيهم وزرت المطعم مره ثانيه وقالوا لك تطلبي طلب واحد بس وبعدين ثلاثة ايام ما حتاكلي يعني لازم تختار الطبق اللي خلاص انا بستمتع فيه. اوكي، هل جاهزه تقرري؟ جاهزه. الفائز في لعبه شيف في حلقه اليوم مع ضيفتنا الشيف الخطيره سما جاد هو باسل. فوز علي بحلقة ستيك، فوز عليك بحلقة ستيك تانية، فوز علي بحلقة رز، فوز عليك بحلقة رز تانية، والأيام ودول والبرنامج طويل. بعدين أنا مش قلت لك خد جبنة زيادة، بدك جبنة قول لي ما توصل لمرحلة الضيفة تقول لك ليش حاط جبنة. والله وسويتها يا باسل بمقادير أقل وتكنيك جديد، تستاهل، ما حقول إلا تستاهل، والحلقات الجاية نتفاهم فيها مشيها. أنا آسفة. لا لا عادي والله عادي، بس إيش اللي فوز باسل؟ البصل طعمه مو عادي. يزم كم مرة بدنا نقول مش بكثر المقادير بحسن حاجة. التدبير. وكمان اللحمة طبخة مرة ممتاز. كيف والله قلتي لي هاي الطريقة جديدة. كيف بس؟ رائع. وبعدين في جبنة، يعني شوف الجبنة. مو واخذ. وصراحة صراحة البصل هذا أعطاله أبجريد كده. يعني مو الكنافة لها دخل في الموضوع. أبداً. سمح الله. شكراً يا سما. نورتينا. خلاص بعد التصوير الحين عشان. شكرا يا سما. حبيب عبد الرحمن انتوا شايفين والمخرج شايف كمان. شكرا يا سما. سما كثير نورتينا، ما شاء الله عليك بجنني وطبخك ومطعمك وشغلك كلياته يعني ما شاء الله، فخورين فيكي ونورتينا في استوديو لعبه شيف. ان شاء الله تكوني انبسطتي معنا. مره انبسطت صراحه، تجربه جميله. ستيك بستيك هيك الشغله يعني. في تحدي ستيك، في تحدي في الستيك، واحده بواحده هيك بينج بونج. ونشوفكم ان شاء الله يا اخوان في الحلقه المقبله، ونحب نودعكم من هذا المنبر ونقول لكم نشوفكم في الحلقة الجاية، وإلى اللقاء.